حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقرة برلماني، نرحب بكل من يتابعنا عبر شاشة قناة أبو ظبي. مشاهدينا، ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التي عقدت أمس برئاسة معالي دكتورة أمل القبيسي وبحضور معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل سياسة وزارة العدل. صحيح، للوقوف على مجريات الجلسة نستضيف لليوم في برنامج صباح الدار سعادة جاسم عبد الله النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي. يسعد صباحك. يسعد منورنا. طبعا شكرا على الاستضافة وتشرفنا فيها، ويسعد صباحكم ويسعد صباح الوطن. نقول أسعد الله صباحك وأسعد الله مساك، يا وطن عيوني نورها من غلاك ابتسم، يبتسم لي كل ما في الوجود نورها الكون يحلى من حلاوة غلاك هذا الوطن الغالي اللي نحن كلنا جنود فيه في كل مواقعنا. أكيد. الله عليك. يعني وفي أجمل من هذه الافتتاحية. الله يحفظك. أول ضيف يتميز بالافتتاحية الخاصة فيه. شكرا. يعطيك العافية. الله يحفظك. صح لسانك. سعادتك، نحن بنطلع على تقرير قصير بعد إذنك، بنشوف جلسة البارحة ونرجع نبدأ حوارنا وياك. تفضل. تخصص الأشعة كونه تخصص نادر، وفي محمل إجابتي أشرت أن هذا تحدي كبير ليس فقط في موضوع الأشعة بقدر ما هو يعم كثير من التخصصات. المواطن أصبح يعني ما بقول عمره نادرة، ولكن التخصصات النادرة هذه تحدي بالنسبة لوزارة الصحة والهيئات الأخرى بحكم الحاجة المتنامية الكبيرة للخدمات الصحية المتميزة، وأيضا أن يعني ما في إقبال قوي من المواطنين. هناك إقبال جيد، لكن ولله الحمد الآن بتوفر البنية التحتية التعليمية المميزة أصبح الرافد أكبر. كنا نحصل على 2 أو 3 أو 4 خريجين، الآن أصبحنا نحصل على 20 و30 في السنة، ومتوقع مثلا في إطار الأشعة ما يقارب من 80 إلى 90 لمدة 4 سنوات، كل سنة من 80 إلى 90 خريج أيضا متخصصين وفي مختلف التخصصات في الأشعة، ولكن في تخصصات الأشعة الأندر هو الطبيب، طبيب الأشعة الذي يستطيع أن يشخص عن طريق القراءة، وهذا يعني تخصص نادر على مستوى الدولة، لكن تضطر جميع الهيئات أن تستقطب كفاءات من الخارج حتى تستطيع أن تغطي الخدمة المميزة، لأن هذا أيضا هدف مهم. اليوم كان سؤالي موجه لمعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة وقاية المجتمع حول تخصص طب الأشعة وتوطين هالتخصص الهام، وكان رد الوزير أن في برامج ومبادرات لهذا التخصص الهام، وإن شاء الله في دفعات قادمة وإلها مكان في الوزارة وفي خطة وزارية خلال هال4 سنوات القادمة، ومستبشرين خير. تمامي أنا بهالسؤال بسبب قلة أطباء تخصص الأشعة عندنا في الدولة بما يقل عن 10 أطباء في الدولة كلها. ما المداخلات اللي طرحت اليوم في المجلس الوطني الاتحادي اللي هو الراتب التقاعدي؟ طرح عن العسكريين، أنا كانت مداخلتي حول النظر بعدالة لجميع الفئات. هناك فئات طبعا تاخذ 10,000، هناك اللي هم الشؤون الاجتماعية تاخذ 4,000. في ظل الغلاء اللي صاير اليوم، في ظل الكثير من الأمور اللي تغيرت، في ظل القيمة المضافة، لابد من النظر. إحنا اليوم كأعضاء مجلس وطني نتلقى الكثير من هموم الشعب والكثير من الشكاوى حول هذا الموضوع. اليوم هناك نحن طبعا من المفترض أن يعني أن تكون هذه المواضيع محط أنظارنا نحن. ليش؟ لأنها تمس المواطن وتمس سعادة المواطن وتمس هم المواطن. اليوم 10,000 إذا نبغي فرد سعيد أو نبغي أسرة سعيدة، أعتقد 10,000 جدا قليلة أنها تفتح بيت، خصوصا إذا كان البيت مكون من أسرة. أنا كان أهمي وطلبي أن يعني طبعا مع أخواني اللي طرحوا هذا الموضوع أن ينظر إلى الجانب اللي هو الراتب التقاعدي لجميع الفئات العسكريين وغير العسكريين، وخصوصا الفئات التي تقاعدت قبل وكان طبعا في جاب كبير أو في فرق كبير في مستوى الرواتب.
إذا الحين بنبتدي حوارنا مع ضيفنا سعادة جاسم عبد الله النقمي عضو المجلس الوطني الاتحادي. طبعا في البداية نبغى نتكلم بشكل أكبر عن جلسة يوم أمس وشو أهم الأسئلة اللي وجهت لمعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الجلسة بالأمس كانت من ضمن بنودها أسئلة وموضوع عام يناقش مع وزارة العدل. الأسئلة كانت موجهة لمعالي الوزير عبد الرحمن العويس. كان في سؤالين موجهين من سعادة علياء الجاسم عن توطين طب الأشعة، وأن يعني الواقع يقول أن لا يوجد هناك مواطنين في طب الأشعة. معالي الوزير أجاب على ذلك أن هناك الآن إعداد شباب للعمل في هذا المجال، وهناك أعتقد 244 طالب على مقاعد الدراسة. صحيح. لدراسة هذا التخصص. كما قرر أن نحاول أن نستوعب المواطنين في هذا المجال، ولكن قلة التخصص هو وندرته يعني هو كان سبب أن لا يوجد توطين في هذا الطب. هذا كان السؤال الأول. أما السؤال الثاني كان موجه من سعادة سعيد الرميثي حول خصخصة الموارد البشرية لبعض يعني الوظائف في وزارة الصحة. معالي الوزير رد على هذا السؤال بأن هذا بالاختيار وليس بإجبار الأشخاص، ولكن باختيارك، وأن يكون الجهة اللي ينتقل إليها إذا كانت قطاع خاص أن تقابله بذات المميزات وذات الرواتب إذا ما كان بميزات أفضل. فكان هذا الرد اللي رده معالي الوزير عبد الرحمن العويس. ومن ثم انتقلنا إلى الموضوع العام، وهو الموضوع الذي سياسة وزارة العدل في شأن تطوير التشريعات، وهو موضوع عام تدارسته اللجنة وعرض للنقاش. جميل. طيب يعني من خلال هذه الأسئلة اللي تم توجيهها للوزراء، الجلسة أيضا شهدت عدة تساؤلات حول المدنيين المتقاعدين، رواتب المتقاعدين منهم المدنيين والعسكريين. فأكيد كانت هناك توصيات رفعت للحكومة بهذا الشأن، خاصة بعد فرض القيمة المضافة. طبعا الحوار الذي حصل بالأمس والمناقشة اللي تمت كانت بناء على سؤال موجه من سعادة سالم الحصان لوزير العدل، معالي وزير العدل، عن سبب عدم نشر قانون خاص بالعسكريين المتقاعدين. وجاء الرد برسالة من معالي الوزير بأن نحن جهة لا نقوم بالنشر من تلقاء أنفسنا، وإنما إذا طلب منا، وهذا أمر يرجع إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وهو صاحب الحق بإقرار هذا المشروع وبنشره. كنا احنا توجهنا باسم المجلس الوطني إلى سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله أن يأمر بنشر هذا القانون حتى يستفيد حوالي 4700 متقاعد وعائلتهم عسكريين. هذا الكلام لأن القانون يختص بالمتقاعدين العسكريين. في ذلك صار هناك حوار حول جميع المتقاعدين، وأن يكون هناك بعد يعني القيمة المضافة والضريبة اللي حصلت، أن يكون هناك رفع من قيمة الحالة المعيشية للمواطن، أن لا يكون الحد الأدنى يعني أقل من مبلغ معين. الآن مثل ما يقولون 10,000، فهي لا تكفي أن تكون متقاعد حسب الغلاء المعيشي في الواقع في الدولة. طيب يعني مع سعادتك، هل القانون هذا كان موجود يعني من أول ما طرحت القيمة المضافة؟ أنتم تنتظرون بس الخبر أنه ينشر على الإعلام؟ نحن ما تكلمنا هنا عن قانون القيمة المضافة، ولكن لا، مو قانون القيمة المضافة، قانون التقاعد للمتقاعدين العسكريين. قانون صدر ولكن لم ينشر. هذا خاص
بحالة المتقاعدين العسكريين. ما تكلمنا عن قانون المعاشات. ما كان هناك كلام. لا قبله قبل. ما كان هناك كلام عن يعني قانون المعاشات اللي يمكن يعدل أو كذا. ما كان الكلام عن هذا. ولكن إحنا طالبنا في جلسة سابقة أن يكون هناك نظر للمواطن برفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، منها يعني إعطاء المواطن خاصية وميزة كدعم في بعض الأمور وبعض الحاجيات الخاصة. الحمد لله كان في موافقات، ومنها كان يعني أن لا يربط سن التقاعد للمرأة بسن معين، وكان هذا في قبول من مجلس الوزراء، وننتظر تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع. إذا ننتقل إلى سياسة وزارة العدل، رؤية الإمارات 2021 تكون دولة الإمارات من ضمن أفضل دول العالم بخصوص كفاءة النظام القضائي، فوجهة نظر المجلس حول تطوير التشريعات القضائية في الدولة. نحن طبعا في دراسة هذا الموضوع العام كان نقصد في دراسة عامة لجميع التشريعات، ولم نكن نحاول أن نختص وزارة العدل فقط. ولكن وجدنا أن المختص بتطوير التشريعات بصفة عامة هو مجلس الوزراء وليس وزارة العدل. فكنا نتكلم مع وزارة العدل في التشريعات، وخصينا وزارة العدل في بعض التشريعات. ولكن يوجد في مجلس الوزراء لجنة فنية للتشريعات يرأسها معالي وزير العدل سلطان البادي بشخصه وليس بصفته، يعني يرأسه ليس بصفته وزير للعدل ولكن بصفته الوزير سلطان البادي. هذه اللجنة هي اللي تعنى، ولكن نحن كان سياستنا بالدراسة هذه واللجنة بسياسة وزارة العدل، فتكلمنا عن السياسة واستراتيجيات ومبادرات وزارة العدل في تطوير القوانين الخاصة فيها، وهي القوانين القضائية وبعض الأمور الخاصة بالقضاء والمحاكم. وجدنا أن فيه بعض القوانين ما كان يقاس الأثر اللاحق للتشريع والقانون، ولكن الوزارة تكلمت عن بعض القوانين مثل قانون التوفيق والمصالحة وقانون التحكيم. قانون التوفيق والمصالحة كان هناك ندوات ويعني ورش عمل مع المختصين والشركاء الاستراتيجيين في العمل مع الوزارة لطرح هذا، بعد طرح هذا التشريع وتم مناقشته. قانون التحكيم طبعا مشروع قانون التحكيم الآن معروض على المجلس الوطني، كان هناك ورش سابقة لقانون التحكيم أو مشروع قانون التحكيم، تم يعني اختار المحامين والمختصين في هذا الجانب وأخذ رأيهم حتى يكون القانون أو المشروع القانون الذي سيصدر أو القانون سيصدر إن شاء الله يلم بكافة الأمور التي أخفقت عنها القوانين الأخرى. طيب نرجع لوزارة العدل والبرامج التشغيلية، خطة البرامج التشغيلية للخطة الاستراتيجية اللي هي 2018 و2021، هل كانت عندكم ملاحظات على هذه الخطة؟ نحن كانت عندنا ملاحظات على هذه الخطة، أن وزارة العدل لديها استراتيجية جميلة ومبادرات عمل رائعة للوصول بهذه الوزارة والرقي بها في كافة جوانبها. وجدنا أن هناك معوقات لهذه الاستراتيجيات، يعني أنا أعطيك على سبيل المثال أن حاجة الاستراتيجيات والمبادرات التي تقوم بها وزارة العدل فرضا 20 مليون درهم. الموجود في ميزانية الوزارة لهذه الدراسات حوالي 10 مليون على سبيل الفرض، أنا أتكلم افتراضا لأن ما عندنا المبالغ. فهني الوزارة يا أن تقلل من المعايير أو تؤجل بعض الأشياء إلى وقت لاحق، وإحنا طالبنا يعني أن يكون هناك دعم مخصص لهذه الاستراتيجيات، لأن فعلا عندهم يعني استراتيجيات عملوا بدوا فيها مثل المرصد القانوني اللي يلم كافة القوانين ويجددها ويحدثها، وكان في يعني
كان في عمل مع بيوت متخصصة في هذا الموضوع. شاكرين عملهم وجهدهم، ولكن مثل ما نقول نحن نسعى أن يزيد الدعم لوزارة العدل، لأنها وزارة ذات سيادة تحتاج أن يكون فعلا مبادراتها تعطى الأولوية في الأمور المالية. صحيح، يعني خرجتوا أنتم بكثير من التوصيات، لكن أبغى أعرف أهم هاي التوصيات اللي تواكب مثلا التحديات العلمية مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وغيرها. نحن طبعا تكلمين عن الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية. نحن نسعى يعني مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بمبادرة الثورة الرقمية. أنت في بعض الأمور تحتاج إلى تشريعات متطورة. أنا والذكاء الاصطناعي، أنا أتكلم يمكن عن موضوع بسيط، موضوع قانون السير والمرور. لو افترضنا أن نحن الحين نتكلم عن السيارة ذاتية القيادة، لو افترضنا أن حادث لهذه السيارة، صدمت، أتلفت، حدثت أضرار مادية وفيات، منو يكون المسؤول؟ بالضبط. طبقا للقوانين هناك عقوبات على المتسبب، ولكن هنا تقدر تقول منو؟ هل الشركة المصنعة؟ هل المتحكم بالسيارة؟ إذا قلنا أن السيارة خرجت عن الإطار المألوف في التعامل بخطأ تكنيكي أو خطأ في أمورها الفنية وأدت إلى هذا الحادث، لابد أن يكون هناك تطور. نحن نقول أن التطور، لاحظنا أن ما في يعني تتابع لهذا الأمور. الوزارة مشكورة، بحثت وسوت وردت وقالت نحن نسعى بكل ما نستطيع. عندنا مثلا موضوع المحاكمة من بعد، القانون اللي صدر، هذا بعد قانون تشكر عليه الوزارة بسعيها أن تقلل من مخاطر النقل المساجين في القضايا الخطرة وكذا، كلها تطوير للأمور هذه. تم تطبيق هذا القانون. نعم، احنا نتكلم يمكن اذا نبغي نقول التوصيات، يعني كانت عندنا احنا 7 توصيات نذكرها على السريع. اذا بنذكر بس البعض منها سعادتك لضيق الوقت. ان احنا تطوير الخطه الاستراتيجيه لوزاره العدل بهدف مواكبه تطوير التشريعات للتحديات العلميه والتكنولوجيه المستقبله، وضع برامج عمل محدده بشان قياس الاثر التشريعي، لان نحتاج نعرف شو بعد التشريع. نقول تخصيص اداره في الوزاره تعنى بتطوير واستقبال المقترحات والافكار واستطلاع الراي فيما يتعلق بتطوير التشريعات في الدوله. كل ذلك ان شاء الله نكون غطينا استقبال الملاحظات والافكار والمقترحات ايضا. والله الوزاره دائما تقبل وتعمل على توصيات المجلس. بس يهمنا موضوع المتقاعدين ايضا، ممكن سؤال بنختم فيه المقابله سعادتك. من خلال ملاحظتكم لوزاره العدل في نشر خبر زياده رواتب المتقاعدين العسكريين، هل كانت في هناك نسبة؟ لا، بس في شيء، نحن ما نتكلم عن وزارة العدل، ولكن وزارة العدل هي المختصة بنشر. المختصة بنشر، ولكن هل في نسبة معينة لهذه الزيادة؟ طبعا كانت هي هناك في قرار بالزيادة، ما يحضرني للحال، ولكن إذا نشر القانون سيكون هناك إن شاء الله زيادة ومحاولة مساواة المتقاعدين السابقين على القانون مع الحاليين. نشكرك، يعطيك الصحة والعافية. سعادتك أكيد كنت معنا في استديو صباح الدار وعطيتنا كل المعلومات اللي صارت في جلسة أمس، ونتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا لك. شكرا لكم، ونقول صباح الدار وصباحكم خير، وصباح أهل الوطن هذا خير، وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة. نستقبلك في حلقة خاصة تكون فنية شعرية إن شاء الله. إن شاء الله.